منحت مؤسسة حياة كريمة سيارة نقل جماعي ميكروباص لأحد السائقين بعدما تعرضت سيارته لحريق تسبب في تفحمها بالكامل. وكان السائق أحمد إيهاب قد تعرضت سيارته الميكروباص لمس كهربائي أمام جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى احتراق السيارة وتفحمها بالكامل. وأعرب السائق وأسرته عن بالغ امتنانهم للمؤسسة التي أعادت إليهم سبل العيش بعد احتراق مصدر دخلهم الوحيد. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشكره كثير، يعني أنا مش عارف يعني أعمل إيه عشان أشكره، يعني جزيت الشكر كثير، يعني إن هم جابوا لي العربية، وإن شاء الله يعني عقبال الترخيص إن شاء الله أخذ النمرتين تمام بتاعت العربية بتاعتي أحطهم عليها وعشان أكل عيش يعني وأرجع حياتي زي الأول يعني وكده. وأشكر المؤسسة حياة كريمة جدا جدا جدا.